بسم الله، الصلاة والسلام رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير خوتي. اليوم راح ندير لكم فيديو فيما يخص كيفاش تركبوا لي جوان سبي تاع لابواط فيتاس جيت لي كاردو. اليوم راح نوري لكم كيفاش تركبوا جوان سبي تاع الجهة اللي فيها الكاردو الطويلة كوتي باساجي، ماهيش جهة السائق الأخرى. اليوم اغتنمت الفرصة خاطر اش راجعت لي واحد لافيو وندير لها في ريفيزيون وحبطت لها المحرك مع علبة السرعة، ودركا تشوفوا علبة السرعة كيفاش كانت مسخة وكيفاش رجعتها. خاوتي شوفوا الحالة تاع لابوات هذه تاع لافيو، لابالك واعرين حتى في الغسيل مولاها كي تعود لاصقة ما نقدروش نغسلوها. شوف كيفاش مدايرة، من بعد رانا نغسلوها ونوروها لكم. ونوري لكم كيفاش تبدلوا هذا الجوان سبي تاع لي كاردون، سيرتو هذا اللي جهه اللي جيت شوفير جيت السائق او واعر بزاف خاطرش فيه ريغلاج لهنايا. هاني من بعد كي نغسلوها نوري لكم كيفاش يبدل هذا وكيفاش يتبدل اللي من هي، وكنت تصيبوا في التبديل ما تبدلوهمش بالخبط. كي تلاحظوا تسريب من علبة السرعة لازم تبدلوا الجوان سبي، خاطرش كل ما تبدلوهمش في الوقت راهي راح تتلف لكم علبة السرعة. خاوتي راكم شفتوا علبة السرعة كيفاش كانت، رانا رنخناها بالمازوت مليح ثلاث خطرات ولا ربعة، ومن بعد غسلناها ديناها لاباج وغسلناها باش نقدروا نبدلوا لي جوان سبي تاعها وبلا ما يطيح لنا التراب الداخل. وهذه علبة السرعة راهي لهنايا كنت مقطيها، درك نشوفوها هاي ليك كما راكم تشوف فيها. رانا رجعناها تقريبا جديدة، شوفوا لهنا الجوان سبي كيفاش نضاف. واش ديما كي تدوا لاباج ديروا لهنا دي شاسي ساشيات تاع بلاستيك لهنايا، احشوهم مليح باش ما يدخلش الماء لهنايا وما يدير حتى مشكل. هاي لك كيفاش رجعناها كما راك تشوفوا. دركا راح نوريكم كيفاش بدلوا الجوان سبي، خاطرش بزاف اللي يجوا يبدلوهم ويفسدوا لهم. خاوتي في الفيديو هذه مش راح نوريكم هذا جوان سبي، هذا جوان سبي راهو واعر بزاف، من بعد ندير لكم فيديو عليه كيفاش بدلوه، خاطرش هنا فيه ريغلاج كنت تغلطوا في الريغلاج راهي راح السياره من بعد كي تعود تمشي تعود تشونتي تعود دير فيه زف مزعج هكذا. هي من بعد ندير لكم فيديو ونوريكم بالتدقيق كيفاش تركبوه. احنا راح نركبوا تاع الجهه اللي من هي، هذا جوالي راهو يبان قدامكم لهنا هو اللي راح نركبوه. كنت نحوه منا ديجا كي تعود المحرك راكب ما تقدروش تبدلوه، خلاص هو راكب. وشد لازم تنحو الكاردو وتنحو هذو الخمس بلونات، وكنت تصيبوا نحو هذه البياسة كنت تصيبوه تجيكم شويه متعبه بصح تخدموا براحه. لا ما صبتوش، درك نوريكم كيفاش ديروا، لازم تنحوهم الساعة كنحوهم ونشوف. نحيتهم درك نقلع هذه البياسة كما راكم تشوفوا. خاوتي درك نقلعوا هذه دو تورنوفيس نحركوا منا ومن تحت هكذا، الساعة شوية قاسية اخرين ساعة اخرين يديروا لها اللصقة سي بور سا تجي قاسية، هي فيها نورمالمون جوان طوريك ما دير لها لصقة لا والو. لا جوان طوريك فازت بدلوه وركبوه بلا ما ديروا اللصقة. خوتي يعني بلا قبل ما نحيها عرفت باللي فيها اللصقة خاطرش جات قاسية بزاف، هي لو ما تجيش قاسية شوفوا بدو تورنوفيس هكذا قلعوها هكذا راهي تجي
ولا قلت لكم انا لازم تنحوا هذه خطاش هذه البياسه تجيني هنا ما تخليها ما تنحاش. واش لازم ندوروها دركا؟ هذه لازم ندوروها هكذا هكذا، ومن بعد حتى بتنحوش هذه البياسه تقدروا تقلعوها. شوفوا هاي طارت. واش فاو ديما اشفاو على هذه ديما حطوا هكذا كي تجيو تركبوها حطوها قد قد ومن بعد دوروا حطوها قد قد دوروا. دركا نروحوا نحو هاو لي رولما تاع ستيليت هاو الداخل. شوف كاش راهي مدايره، شوفوا اللصقه اللي دايرينها الخاوه يخدموا الا باللصقه. شوفوا لهنا كحوله هاي اللصقه، هي فيها كما قلت لكم ان جوان طوريك هاوليك، ما دير لا لصقه لا والو، جوان طوريك يشد كلش، واللصقه قادر تروح لداخل وتفزد تفزد لي سانكرو ولا هذا اللصق كل قادر يروح لداخل وتفزد لي سانكرو. درك واش لازم نديرو؟ درك نحو هذا جوان طوريك نخبطوه منا نخبطوه منا نديرو في الزيار لاك شوف ونخبطوه منا ويتنحى لنا ان شاء الله. هذا هو الكر اللي راج مليح، سمحوا لي على الصور هذه ربما راهي شويه رديئه، صح الايامات ان شاء الله راني نسقم الكليراج اللي هنا كما قلت لكم. ديروا ان تورنيفيس واخبطوا هنايا، شفتوا الحاشيه هذه؟ هذه الحاشيه اخبطوها، الحاشيه هذه اخبطوا هنا هكذا هكذا اخبطوا هنايا الجوا هاني خبطت الجوا نورمال يطير. شوفوا كيفاش طار، طارت الحديده ما عليهش هكذا هذه. دوكا نحوهم بعد طارت هذه، نزيدو نحو البلاستيكه. البلاستيك ثاني لازم شويه خبطه خبطه صغار، بقى البلاستيك هذا هاو كيفاش طار خلاص. دركا خوتي باش نركبوه لازم الساعة نقوها نقوها مليح، نحو لهذه سموها اللي دارها اللصقة ونوري لكم كيفاش تركبوا. خوتي البياسة كما تشوفوا خاني نقيتها، شوف كاش راهي ما شاء الله. واش في التركاب؟ في التركاب لا لقيتو الجوان طوريك هذا لا لقيتوه بدلوه اللي راهو لهنا، لا ما لقيتوهش ديروا له شويه لصقه حاجه قليله خلاص باش ما يدخلش لا بواد فيتاس. دركا كما شفتوا رانا نحينا بالخبط، بصح في التركاب ديما في التركاب المرطوب مش لازم يكون فهمت. دركا تشوفوا كيفاش نركبوه، جيبوا جوان سبي جديد نحوه كما راكم تشوفوا هذا جديد، أو فيه حتى لاكراس الداخل هنايا، كاين لاكراس ما شاء الله تشوفوه ولا لا، تاكم تشوفوا لاكراس تاعو طوريجين، ما ديرو لا زيت لا والو، ركبوه برك. دركا تركاب خاوتي ما تخبطوش، حطوا لهنا كما راكم تشوفوا. ومن بعد جيبوا انجليسير تاع طوندور ولا اللي يكون فيها تقريبا 60 كما راك تشوفوا، هاي 60 6 سنتيم وتعود لهنا شويه غارقه تكون شويه بروفوند لهنايا، هذاك لا بروفوندور باش ما تقيش هنا في الحاشيه ويركب سهل. ما كان لا تدو لابريس، شوف كيفاش يتحط، تحط سوا سوا عليها قدها نحطو هنا، ومن بعد نديرو لابياس تاعنا هكذا، من بعد نسيرو الزيار تاعنا نديرو بيان سوا سوا في النص ونسيرو هكذا ونسيرو
من بعد نحو نشوفوا لو دخل بجهه كما هذا دخل دخل بجهه درك نرجلوه هكذا بشويه شوفوا كيفاش حبت له بس زيد تدخل الجهه الاخرى هكذا سيروا ما تخافوش نورمال شوفوا كيفاش جا ومازال مش داخل مليح بس هذاك نزيد نزيد له شويه نسونطري نديرو بيان في السونطر هكذا نزيد ثبت مليح بلي راهو راكب مليح نزيدو شويه هو داخل بصح هنا باش نثبت برك كما راكم تشوفوا خاوتي شوفوا كيفاش شوفوا البياسه بلا خبط بلا حتى حاجه شوف كيفاش راهي راكبه دركا ما عليا الا ندير لها بيسك انا ما عنديش جوان طوريك ما عليا الا ندير لها شويه رسخه ونركبها خاوتي اللي هنا راني راح نركبها راني وجدتها شوفوا شوفوا اللصقه انا اللي درتها قدش ما تبانش تقريبا مع جوان سبي وشوفوا دوك نوريكم اللصقه اللي لقيتها شوفوا اللصقه اللي لقيتها خواتي شوفوا قدش قريب نص تيب دركا تركاب سهل ما تنساوش ديروا قطرة تاع زيت هنا هكذا باش يجريسي رولمو لهنايا وتركبوها هنا ديروه دروا باش ما يقيسش من بعد هي تركب وحنا ندوروها ديروا ديبتي كوبرك هكذا يتركب وحدها سونترو رول مو داخلانيه سونتروها لله هنايا باش تركب لكم هذه فاسيل مو هكذا وحركوا ومن بعد دوروا هذه هكذا خلاص تقدروا درك تركبوا لي بولون تاعكم تقدروا درك تركبوا لي بولون تاعكم بكل راحة كما راك تشوفوا تسيروا لاحقوا كل مع بعضات باش ما يكونسوش هكذا لازم الكل يلحقوا هنا كنت تبو مفتاح يكون رقيق كل رقيق اللي هنا باش يدخل طاش تجيني هذه بشويه برك ديروه بيديكم هو يمشي خلاص وانتم دوروا هكذا خوتي بعد ما تلحقوهم تقدروا تسيروا سيروا عادي برك ما كان لها تسيروا بزاف هكذا
وكل جا ديناموميتريك خير وخلاص. خاوتي على بالكم التسراب تاع الزيت تاع علبة راهو يتلب العلبة ومن بعد تسقم لكم غالية. هذو لي جوا سبي ربما تبدالهم ربما يتقام لكم واحد 300 400 ألف، بصح كون تفزت لكم هذه العلبة راه يدير واحد 5 6 ملايين. مالك تشوفوا تسراب ولا تشوفوا ندا ما تزهدوش، على الأقل تشوفوا ندا اللي هنايا روحوا راقبوا الزيت تاع لابواد فيتاس تاع العلبة تاعكم، ومنين تراقبوها هاني وريتكم فيديو راقبوها من هذا البولو. هذا البولو نحوه، لا شفتوه سال الزيت، هو الموتور كيعود الموتور راكب، لا شفتوه سال الزيت راه مليح رجعوا، لا شفتوه ما سالش زيدوه شويه، ولا نحيتو نقولوا الزيت اكل اللي فيها راهي كي تعاودوا ديروا لها ديروا لها ريت 83 وديروا لها زيت 75 دبل في 4. خاوتي في الاخير نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.